بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على ربيعة رحمة العالمين. الذكر المستحب في ليلة العيد من بعد ثبوت رؤية هلال شوال الذي يغفل عنه كثير من الناس، وهو من أبلغ مقامات الشكر لله سبحانه وتعالى على التوفيق لنعمة الصيام والقيام في شهر رمضان. والقرآن يدل على ذلك ويعضد السنة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يبقى بعد ما نكمل العدة وبعد ما ينتهي شهر رمضان التكبير، فصيغة التكبير التي حاسه التي يعني هي التكبير، يعني قول الله اكبر الله اكبر، كما جاء عن سيدنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وايضا عن سيدنا عبد الله بن مسعود: الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر لله الحمد. الامام ابو حنيفه كان يعني يجزئ الانسان ان يكبر 3 مرات، وما قالش الصيغه الثانيه دي. لكن الصحيح ما ورد عن الصحابه رضي الله عنهم أن كان عبد الله بن مسعود يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فالتكبير بيبدأ من بعد أذان المغرب، لأن الليل اليوم بيبدأ من بعد أذان المغرب، اليوم بيبتدي من بعد أذان المغرب. فبمجرد ثبوت رؤية هلال شوال بدأ العيد. فالعيد بيبدأ أو اليوم بيبدأ من بعد صلاة المغرب. فيسن التكبير للرجال والنساء من بعد صلاة المغرب إلى صلاة الصبح. فللأسف الشديد الرجال لا يكبرون إلا في أثناء ولا إلا في أثناء جلوسهم في المساجد أو في البيداء عند أداء صلاة العيد. لكن ما حدش بيكبر في البيوت في ليلة العيد. التكبير ده مهم جدا، ليه؟ لأنه أبلغ يعني أبلغ مقامات الشكر لله سبحانه وتعالى على التوفيق لنعمة الصيام والقيام في شهر رمضان. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، على ما هداكم لهداكم لشهر رمضان، على ما هداكم للتوفيق للصيام والقيام. مين اللي هدانا لهذا الشهر الكريم؟ شهر رمضان كان موجود في الجاهلية، لكن الناس حرفت دين إبراهيم الخليل عليه السلام، الحنيفية السامحة، غيرت فيه، فكانوا مش يعرفوا قيمة شهر رمضان. والأمم السابقة اليهود والنصارى نكل عن شهر رمضان واتخذوا أيام أخرى غير شهر رمضان، وغيروا ماهية الصيام تغييرا كاملا، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى هدانا بالرسول صلى الله عليه وسلم ليوفقنا إلى الصيام والقيام الصحيح في شهر رمضان. فربنا سبحانه وتعالى يقول: لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني اشكروا الله سبحانه وتعالى على ما هداكم إلى التوفيق لقيام وصيام شهر رمضان وعلى دي النعمه. لان ربنا لو تقبل شهر رمضان يبقى ثواب عظيم جدا يوم القيامه. يعني ده مجرد ما بيخش شهر رمضان الملائكه بتخبط امه محمد، تقول هنيئا لامه محمد بشهر رمضان. فالذكر ده والتكبير بدايه من بعد المغرب لغايه الصبح، صلاه الصبح، ابلغ المقامات، مقامات الشكر لله. ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، في سوره ابراهيم. فلازم نشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه التوفيق للقيام والصيام في شهر رمضان. من قام ايمان رمضان رمضان من قام رمضان ايمانا واستحابا من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مش الرسول صلى الله عليه وسلم كده؟ ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ايمانا واحتسابا. ف بيغفر لك كل الذنوب باذن الله، الكبائر والصغائر الا الكبائر المتعلقه بحقوق الادميين. رمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اكتنبت الكبائر التي متعلقه بحقوق الادميين. لكن باذن الله نرجو من الله سبحانه وتعالى ان تغفر الكبائر والصغائر. فلازم نشكر ربنا سبحانه وتعالى على التوفيق لهذه النعمه. فبهذا الذكر: الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وايضا الله اكبر كبيرا ورد عن سعيد بن المسيب عن بعض الصحابه: الله اكبر كبيرا، تحمد الله سبحانه وتعالى: الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكره واصيلا. الذكر ده برضه عظيم جدا، ليه؟ لان الذكر ده الرسول صلى الله عليه وسلم قاله احد الصحابه، فالرسول صلى الله عليه وسلم عجب
لا الذكر ده بيطلع الى السماء وبتفتح له ابواب السماوات، تفتح له مغاليق السماوات. فالله اكبر كبيره والحمد لله كثيره، سبحان الله بكره اصيل، الله اكبر الله اكبر، لا لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. فياريت نكسر رجالا ونساء ونساء من هذا الذكر من بعد صلاه المغرب حتى صبيحه العيد، حتى نصلي الناس، حتى يصلي الناس العيد. ولما نخرج طبعا احنا للاسف دلوقتي ما فيش خروج لان المساجد مغلقه، لكن المهم ان نملأ الليل حتى الصباح بالتكبير والتهليل والتحميد، توفيق يعني شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة التوفيق للصيام والقيام في شهر رمضان، لأن بهذا التكبير والتهليل والتحميد يبقى ختموها مسك، وتبقى أنت شكرت ربنا سبحانه وتعالى، فتضمن بإذن الله قبول رمضان وقبول القيام والصيام، وتبقى حققت سنة. فأكثر الرجال ما بيكبروش إلا في المساجد بس في صلاة العيد، لكن ما حدش بيقول الذكر ده من بعد صلاة المغرب أبدا. لكن المفروض إن إحنا أطول يعني أكتر وقت من الليل على قدر المستطاع إن إحنا نقول الذكر ده. الحمد لله سبحانه وتعالى على التوفيق لهذه النعمة. والنساء أيضا كتير من النساء ما بتعرفش الذكر ده خالص وما بتقولوش. لا لازم تكبري ربنا، تكبري لله سبحانه وتعالى من بعد المغرب ومن بعد العشاء، وطول ما انت سهرانه قبل ما تنامي، ولما تصحي عشان تصلي الفجر، لغايه ما تيجي وقت الضحى وتصلي العيد ان شاء الله. وانا قلت ان يجوز للرجال والنساء صلاه العيد في البيت، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا ما فاتته صلاه العيد فليصلي ركعتين. وسيدنا عبد الله، سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه ومن كبار الصحابه، كان اذا فاتته صلاه العيد جمع ابنائه ومواليه وكبر وصلى بهم اماما في بيته كما يصلي الامام في المسجد او في البيداء صلاه العيد. فحتى صلاة حتى صلاة العيد للرجال والنساء المفروض ان احنا نقسم من التكبير، التكبير بالذات، لان ربنا قال ولتكبر وتكملوا العدة ولتكبروا الله. ليه؟ العلماء قال لك لكن الكفار كانوا بيكبروا يتقربوا للأصنام بتلطيخ الدم وبالقربات والطعام، فاحنا بنعمل عكس اللي هم بيعملوه، ان احنا بنكبر لله سبحانه وتعالى تعظيما لله سبحانه وتعالى ودحرا لهذه الأصنام. يسن التكبير بالذات في ليلة العيد. فيا ريت النساء أيضا في البيوت تقول هذا الذكر وتكبر لغاية الصبح، لغاية صلاة الصبح. كلما أخذت من التكبير طوال الليل كلما كان ذلك أبلغ في الشكر على نعمة الصيام والقيام، كل هذا أبلغ وأوقع في قبول الصيام والقيام طوال شهر رمضان. وصلي العيد رجال ونساء في البيوت، ويسن للرجل أن يؤم المرأة والأولاد في البيوت في البيت إن استطاع ذلك يكون أفضل، لتعذر أو لوجود الحظر أو تعذر الصلاة في المساجد. أنا هكتب لكم الكلام ده في تحت الفيديو، انسخوه وشوفوا نشر هذا العلم في ثواب عظيم، ولعلم علما في الأجر مع يوم القيامة. لو قوس ذلك مرجولين شيء تشوش شفعي الجرس واشتركوا في القناة لصلاحكم كل جديد، ساعدوني 10 سنة النبوية. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.